بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا على حضوركم الكريم في فعاليات المؤتمر الأول لجهات إنفاذ القانون المعنية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والتجار الغير مشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البداية أحب أعرف عن نفسي، أنا نقيب محمد الجاسم، ضابط معار من دولة الكويت لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وأعمل كضابط إقليمي متخصص في الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولي في هذا المقام أن أستعرض لحضراتكم بدور فريق الإنتربول لدعم التحقيقات الجنائية، وذلك بالاشتراك مع السلطات المحلية في دولة الكويت في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتجار الغير مشروع. في عام 2014 ومن خلال أحد المناقشات حول القضايا الماسة بالملكية الفكرية والتقليد مع السلطات في دولة الكويت، تم عرض واقعة تتضمن نشاط إجرامي اشتمل على جرمين يعاقب عليهم القانون، وهم تهريب مواد مخدرة من خلال قطع غيار مركبات مقلدة تم إرسالها عن طريق أحد الشركات البريدية من أحد دول الإقليم، حيث تم الاشتباه بهذا الطرد البريدي من قبل السلطات المحلية في دولة الكويت، وتم تكثيف التحريات الخاصة بهذا الطرد المشتبه به، وأسفرت التحريات والجهود المبذولة في هذا الخصوص بضبط كمية 20,000 قرص مخدر من مادة ترامادول مخبأة بطريقة فنية بقطع غيار لأحد المركبات الثقيلة المقلدة، وتبين أن هذه القطعة قطعة مقلدة. وعلى ذلك تجذر الأهمية على التصدي لهذا النوع من الجرائم الذي يحمل جرمين في نشاط جرمي واحد، حيث أبدت منظمة الإنتربول اهتمامها في هذا الموضوع، وتم تشكيل فريق الإنتربول لدعم التحقيقات بعد التنسيق مع المكتب المركزي الوطني بدولة الكويت، حيث تكون هذا الفريق متمثلا من 4 إدارات من منظمة الإنتربول، وهي الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنقطة اتصال، والإدارة الفرعية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والإدارة الفرعية لمكافحة جرائم الأدوية المقلدة. وعليه تم انتقال فريق الإنتربول لدعم التحقيقات لدولة الكويت، حيث تمت عدة مقابلات واجتماعات مع الإدارات التخصصية في دولة الكويت، ومنها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والإدارة العامة للجمارك. وتم تسليط الضوء على طريقة تهريب الأدوية المخدرة وطريقة التقليد التي تمت، والتحقيقات التي أجريت مع التشكيل العصابي الذي تم ضبطه من قبل السلطات المحلية في الكويت، وأسماء الأشخاص المتورطين في هذا الموضوع الموجودين في الخارج، حيث انتهت هذه الزيارة بثلاث تقارير تم إرسالها من السلطات في دولة الكويت وتتضمن التالي: تم إرسال طلب استصدار نشرة بنفسجية خاصة لتنبيه الدول الأعضاء من الأسلوب الإجرامي الجديد، وتحتوي على كافة المعلومات والصور الخاصة بعملية التهريب، وتنبيه بتوخي الحيطة والحذر لجهات إنفاذ القانون في جميع الدول الأعضاء، وتمت طرحها بلغات الإنتربول الأربعة، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الإسبانية. 2، تم تعبئة نماذج بيانات وأسماء المتورطين في هذا الموضوع في نموذج إدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم إرسالها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. كما تم إرسال تقرير التحليل الجنائي الخاص بهذا النوع من المواد المخدرة، وذلك عن طريق المكتب المركزي الوطني في دولة الكويت إلى الإدارة الفرعية للأدوية المقلدة في منظمة الإنتربول، وذلك لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم بهذا الشأن. وعلى ما تقدم أتقدم لحضراتكم بعرض فيديو خاص لزيارة فريق الإنتربول لدعم التحقيقات إلى دولة الكويت.
مثل ما شاهدتوا في ختام الفيديو كانت النشرة البنفسجية، وهذه أحد أدوات الانتربول اللي تستعين فيها الدول الأعضاء في مجال التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات. اليوم إذا كان في أسلوب إجرامي معين أو جديد على ساحة تم اكتشافه من أي دول أي من أي دولة من دول الأعضاء، في إمكانهم استخدام النشرة البنفسجية لتوعية كافة دول الأعضاء الانتربول من هذا الجرم، وبذلك تحقق النتيجة من تكاتف الجهود والتعاون من خلال هذه النشرات، وهي أن نكون جميعنا على 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 علم معين بآخر الوسائل اللي تم فيها كطرق تهريب. وفي الختام شاكر لكم على حسن الاستماع وشكراً.